السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على واحد التحليه اللي هي عباره على فلون بالكريمه السائله. ما نستعملوش فيه الحليب بوحدو، نستعملو معاه الكريمه السائله كيجي لذيذ بزاف. وكذلك غنستعملو معاه واحد المكون اللي كيعطيه واحد اللذه زوينه، اللي هي هاد النكهه ديال الناطا كتعطي واحد المذاق رائع لهاد التحليه ديالنا. غنعطيكم المقادير. غادي نحتاجو فيه نصف لتر من الحليب، السكر يكون حسب الذوق، انا عندي هنا 3 المعالق كبار، عندي نصف لتر من الكريمه السائله، انا عندي هنا غير محلات لذلك استعملت السكر. اذا كانت عندكم محلات تقدروا تكتفيو يعني بالحلاوه ديال هذيك الكريمه، اولا تزيدوا السكر على حسب الذوق اللي بغيتوا. عندي هنا 3 ديال الاكياس ديال الفلون، هاد الصغار هادو بنكهه الفانيليا، وعندنا هذا المكون اللي قلت لكم عليه اللي هو نكهه الناطه، غادي نستعمل منها تقريبا نصف ملعقه صغيره. على بركة الله غادي نبداو في الطريقة. غادي ناخد واحد الكاسخول، غادي نوضع فيها الحليب، غادي نضيف السكر، وغادي نضيف أكياس الفلون بثلاثة. غادي نمزج هاد العناصر كلها مع بعض حتى نذوب السنيده ومستحضر الفلون في الحليب. صافي، بعد ما دار لي السكر وبودره الفلون في الحليب كيف ما كتلاحظوا، غادي نضيف ليهم الكريمه السائله. غادي نمزج الكل جيدا، بالنسبه للنكهه غادي نخليها حتى الاخير عاد نضيفها. الا ما كانش متوفر عندكم هاد النكهه تقدروا تعوضوها بالفانيليا، انما هذه كتعطي واحد المذاق رائع لهاد التحليه ديالنا. صافي، غادي نوضع الكاسرول ديالي فوق النار مع التحريك المستمر على نار متوسطه، انتم غادي تشوفوا معايا حتى يغلى لي الخليط. صافي، انا وضعت دابا الكاسرول ديالي فوق النار، غادي نبقى نحرك هكا ما نوقفش على التحريك باش ما يطيحش ليا الفلون والكريمه في الاسفل ويتحرقوا ليا. غادي نبقى نحرك حتى يغلى لي الخليط. صافي، الخليط ديالي ها هو بدا كيغلى كيف ما كتلاحظوا. صافي، غادي نحيدو من فوق النار بارك عليه. صافي، الخليط ديالي بعد ما غلى كيف ما لاحظتوا معايا، دابا غادي نضيف ليه النكهه ديال الناطا. غادي نضيف تقريبا واحد نصف ملعقه بهذا الشكل، غادي نمزج مزيان حتى تذوب ليا هذيك الناطه في الخليط. صافي، بهذا الشكل كيكون الخليط ديالنا واجد. غادي ناخذ الكؤوس اللي غادي نقدم فيها التحليه ديالي، بامكاننا نقدمهم في زليف باش ملي يجمدوا نقلبوهم وعاد نزينوهم من الفوق على حساب اللي بغيتو. انا غادي نقدمهم في هذه الكؤوس. صافي، كيف ما كتلاحظوا هنا عمرت الكؤوس ديالي، عطاني هاد الخليط اولا هاد المزيج اولا هاد الكميه، عطاتني 5 ديال الكؤوس كيف ما كتلاحظوا. عندي هاد الكؤوس راه كبارين،
إذا درتو يعني كؤوس أو لا زليف صغار من هكذا تعطيكم كمية أكبر. صافي غادي نخلي هاد الكؤوس ديالي هنا فوق مكان العمل، ما ندخلهمش الثلاجة دابا، نخليهم حتى يبردوا تماما عاد ندخلهم الثلاجة. ديك الساعة نخليهم يبردوا تقريبا من 4 السوايع حتى 5 السوايع، من الافضل تخليهم ليله كامله. انا صايبتهم دابا في الصباح وغادي نقدمهم في العشيه ان شاء الله، يعني غنخليهم واحد 4 سوايع في الثلاجه حتى يبردوا ويشدوا راسهم، عاد باش ندوزو باش نزينوهم. نتلاقاو من بعد باش نكملوا التزيين ديال التحليه ديالنا. صافي بعد ما بردات لي التحليه ديالي غادي نزينها. غادي نزين بهذا الشيء اللي متوفر عندي في المنزل. عندي هنا واحد شويه ديال اللوز اللي مقلي ومهرمش هكا، وعندي هاد الحبيبات ديال الشوكولاته هادو حتى هما غادي نزين بهم، وعندي صلصة الكراميل جاهزة. صافي غادي نبدا بهاد شوية ديال اللوز، كيجي زوين مع النكهة ديال الناطة. صافي بعد ما زينت بهكا باللوز غادي نزيد شويه ديال صلصه الكراميل. وغادي نزيد نزين بشويه ديال هاد الشوكولاته، نحطها غير هكا. كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كيكون هذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لليوم. تحلية بالفلان والكريمة السائلة كتجي لذيذة بزاف البنات، غير جربوها راها سهلة كيف ما لاحظتوا معايا، يعني بحال تحضير الفلان العادي غير بهذاك المكون ديال الكريمة السائلة وكذلك النكهة ديال الناطة، كيجي هاد الديسير راقي ولذيذ بزاف. واللي داقوا عندكم غادي يقول لكم شنو درتو فيه، يعني ما كيبانش بانه غير فلون. ها نتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي الشكل ديالو زوين. كيف ما قلت لكم من قبل بامكانكم ديروه في زلايف وتقلبوه، ديك الساعه الا بغيتو تبوشيو فوق منه شويه ديال الكريم شانتيي اولا تزينوه بالفواكه كتزيدوا تزينوه. نشوفوا القوام ديال التحليه ديالنا كيفاش كيجي، كتلاحظوا كيفاش كتجي كريميه. انا غادي نذوقها دابا، كتجي رائعة هاد التحلية البنات، فعلا لذيذة لذيذة بزاف، غير جربوها وردوا لي الخبر. راها سهلة التحضير، كتحضر يعني في وقت وجيز ولذيذة بزاف لذيذة. نتمنى ان وصفة اليوم تنال اعجابكم والفيديو يكون خفيف ظريف عليكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم وكيف العادة ما تنساوش تخليو ليا جيم وتشتركوا بالقناة ديالي اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا بجديد الوصفات، والى اللقاء مع وصفة قادمة بحول الله.